بعد 8 ماي بالصيف دائما ومقابلة أم العين ليلة اتحاد بلدية سيدي عيشة أم العين ليلة بلباس أحمر الذي يسيطر في هذه المقابلة ولو أنه لم يتمكن من تسجيل أهداف كثيرة كريمية في هذه القذفة القوية والحارس يخرجها ركنية فرصة أخرى لعلوي الجناح الأيمن والهداف في صفوف أم العين ليلة علوي ولكن القذفة تكون بين أيدي الحارس بسهولة والشوط الأول من هذه المقابلة ينتهي بالتعادل صفر لمثله الشوط الثاني الدقيقة الأولى منه كانت محاولة لبلدية سيدي عيش عن طريق وجاني اللي تلقى تمريرة من رزقي وجاني قذفة مصوبة ولكنها تمر جانبية الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني تمريرة من حمادي جناح الأيسر ناحية علوي فتحة نحو الوسط وكان هناك من نوبي والهدف الهدف الأول والوحيد في هذه المقابلة إعادة اللقطة علوي الدفاع لا يتمكن من صد